أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة أبعاد التحشيد والنفير الذي أعلنته الميليشيا ضد أبناء تعز ومخاطره على النسيج الاجتماعي. مشاهدينا، في زمن الميليشيا لم يترك أي شيء على ماهيته، حتى المفاهيم والقيم تم تشويهها وحرف معانيها. فالنكف الذي عرفه اليمنيون ومارسوه على امتداد تاريخهم لنصرة المظلوم أصبح اليوم معكوسا، واستخدمته الميليشيا لتحشيد المقاتلين ضد أبناء تعز. الميليشيا تمارس حملة تحشيد واسعة، بدأت بدعوة زعيمها ثم تلتها زيارات ميدانية للعديد من القيادات لحشد المقاتلين. بعدها توسعت الحملة للوسائل الإعلامية الخاضعة لسيطرتها، حيث نشرت صحيفة الثورة عنوانا رئيسيا في صدر صفحتها الأولى، تضمن هذا العنوان تحريضا على أبناء محافظة تعز، حيث أفادت الصحيفة أن الميليشيا فتحت 120 معسكر تدريب لاستقبال المقاتلين قبل إرسالهم لجبهات القتال. لا تتوقف المسألة عند التحشيد فحسب، بل بما تحمله من أبعاد طائفية وجهوية ومناطقية من شأنها زيادة الطين بلة وتمزيق النسيج الاجتماعي أكثر، والتأسيس لصراع مناطقي وطائفي طويل. وهذا ما سيكون موضوع نقاشنا في حلقة اليوم، والذي سنتناوله في محورين: أبعاد ومخاطر التحشيد المناطقي للميليشيا وأثره على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وكيف يمكن مجابهة هذا التحشيد بخطاب وطني موحد في مجابهة الانقلاب ومخاطره. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. تعمل جماعة الحوثي على إلهاب مشاعر الثأر في نفوس هؤلاء، كما تحاول الدفع إلى تفريغه في محافظة تعز، المحافظة التي تشن ميليشيا الحوثي وصالح الحرب ضدها منذ ما يقارب العامين، عبر مقاتلين تستقدمهم من المحافظات الخاضعة لسيطرتها. تستفيد هذه الجماعة من نفوذها في المناطق التي كسرتها وحولت أغلب المواطنين إلى أتباع لها ومجرد مقاتلين في صفوفها. منافع التدمير الأخلاقي بالنسبة لحرب جماعة الحوثي وصالح أكثر من الخسارة العسكرية، حيث بدأت باقتحام المنازل ونهب مقتنيات الخصوم واختطاف وتغييب وتعذيب المخفيين قسرا في معتقلاتها السرية في تعز كغيرها من المدن. واليوم تواصل الميليشيات هذه الحرب بطرق أكثر عدائية، حيث تعمل على تسخير منابرها وأدواتها الإعلامية كالمساجد والصحف وقنوات التلفزة ورجال الدين، تدفع بهم إلى تبني نهجها ودعم فكرة حشد المقاتلين من محافظة عمران وصنعاء والحديدة والدفع بهم إلى جبهات القتال في محافظة تعز. هذه الحرب تمثل زمنا بات القتل المعنوي فيه للأعراف والقيم القبلية وما تبقى من فكرة الدولة هو الصارخ على أيدي جماعة الحوثي وصالح، بل يتجاوز طموحها الذهاب أبعد من هذا، حيث تهدد النسيج الاجتماعي كما تترك آثارها السلبية المستقبلية على الجيل القادم الذي قد تصيبه بشروخ عميقة لا يمكن تجاوز آثارها السلبية بسهولة. تواصل جماعة الحوثي تغذية الصراعات والعمل على نهج المجتمع في صميمه الاجتماعي كقتل النساء وتجنيد الأطفال، بالإضافة إلى احتلال مرافق الدولة والتمركز فيها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. كان من مميزات هذه الحرب ربما أنها لم تقترب بعد من مناطق محرمة، تركها الصراع بعيدة ولم يجري تحويلها إلى قتال مناطقي وإن كان موجودا أو له مؤشرات لكنها غير معلنة. اليوم وبعد هذه المهمات التي يقوم بها قيادات في الجماعة كأبو علي الحاكم وبعض الزعماء القبليين من الأسماء المرتبطة بالجماعة الانقلابية، تعمل على تعزيز فكرة الحرب على أسس مناطقية جهوية يدفع بما تبقى من الوضع إلى مناطق أكثر حساسية وأكثر خطورة. مشاهدينا، لبدء نقاش موضوعنا أو موضوعنا هذا سينضم إلينا من صنعاء الكاتب والمفكر السيد عبد الباري الطاهر. سيد عبد الباري، مساء الخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد عبد الباري. يعني بداية، كيف تقرأ هذا التحشيد والخطاب التحريضي الذي تقوده الميليشيا ضد أبناء تعز؟ أقرأ في سياق تصعيد الحرب والإصرار على حسم عسكري إن لم يكن مستحيل فصعب، ولذلك يعني طبعا هذا إصرار على استمرار الكارثة في بلد بحاجة إلى الأمن، إلى السلام، إلى الاستقرار، إلى الحياة المعيشية الآمنة الطبيعية للناس
الآن البلد المجاعة فيها تجتاح المدن اليمنية كلها. نعم. وتمس وتطال كل الفئات والشرائح، والمشردين يتجاوزون 3 مليون، القتلى الآلاف، الجرحى مئات الآلاف. بلد في حاجة إلى أمن وسلام واستقرار، لكن كل الأطراف إصرار عجيب جدا على تدمير بلد بطرق جهنمية وبتحشيد. فاستمرار القتال هو تدمير لهذا البلد، وربما يكون النموذج الآن الذي يتخلق أسوأ بما لا يقاس من الصومال أو أفغانستان. نعم، ولكن سيد عبد الهادي، يعني الميليشيا حاولت طيلة الفترة السابقة أن تجر الصراع إلى مربع الطائفية لكنها لم تنجح، يعني ظل اليمنيون متمسكون بقضيتهم الوطنية، واليوم لجأت إلى المناطقية والجهوية في ممارسة التحشيد. برأيك على ماذا يدل هذا السلوك، وما الذي تسعى إليه الميليشيا بالضبط؟ في الحرب الإجرامية توضت كل المعاني الكريهة، ويعود الناس إلى أسوأ ما في الحياة العامة، إلى الطائفية، إلى ما قبل عصر الدولة، إلى القبلية، إلى الجهوية. كل هذه المعاني الكريهة الآن تغذى في الحرب. نعم. وأطراف الحرب كلها المنخرطة في هذه الحرب تتشارك في صنع هذه المأساة الكبيرة. نعم، أستاذ عبد الباري، يعني ألا يمكن اعتبار هذا التحشيد والزج بالناس إلى حرب تحت شعارات مناطقية جريمة حرب؟ كلها جرائم حرب، كل الذي يحصل في البلد شرقا وغربا شمالا وجنوبا جرائم حرب، وحرب ضد الإنسانية، ويمكن تصل لا سمح الله إلى حروب إبادة. نحن نشهد تدمير كامل لكل مفردات الحياة، كل معاني الحياة الحرة والكريمة والطبيعية تدمر. تدمر الآن الطرقات، تدمر الأحياء السكنية، يعني منازل الأحياء السكنية، الأعراس، مكان التعازي. البلد الآن تدمر وتدمر بسبب الحرب. هذه الحرب ما لم يكن هناك صوت لوقف الحرب وإدانة الحرب وإدانة تجار الحروب والمتاجرين بالحرب في اليمن، ستستمر هذه الكارثة. نعم، سيد عبد الباري تكرم بالبقاء معنا. سنشرك معنا بالنقاش من الشارقة المفكر اليمني دكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، مساء الخير. دكتور عمر، هل تسمعني؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عمر. نستمر معك سيد عبد الباري. يعني سيد عبد الباري، ما المتوقع من القبائل اليمنية في مواجهة مثل هذه الدعوات الطائفية والجهوية؟ أختي العزيزة، هذه القبائل جزء من نسيج المجتمع اليمني، جزء من أبناء الشعب اليمني. نعم. هذه القبائل التي كانت يعني دائما ما تنخرط في الحرب، في ثورة الربيع العربي، ثورة 11 فبراير، تركت السلاح وانخرطت في الاحتجاجات المدنية السلمية في كل المدن اليمنية بدون استثناء. هذه القبائل الآن، هذه التغذية الكريهة وهذا يعني الإنفاق على الحرب هو الذي يدفع بالناس إلى المواجهة، وليس في القبائل، في الأحزاب السياسية، في المدن التي كانت قطعت شوط بعيد في التمدن والتحضر، عادت إلى الحرب وتنخرط الآن في القتال. وكل اليمن الآن يعني غارق في هذه الحرب، والقبائل جزء من هذا التكوين المجتمعي اليمني. نعم، سيد عبد الباري، يعني هل ستنجح الميليشيا يعني في هذه الدعوات في إرساء البعد المناطقي يعني على طبيعة الحرب، وأيضا على حساب القضية الوطنية المتمثلة في يعني ما حرب ما بين شرعية وما بين انقلابيين في ذات الوقت؟ إذا استمرت الحرب فالآن المخاوف أن القوى البديلة الأكثر دموية، الأكثر تدمير، الأكثر بشاعة، وهي أنصار الدولة الإسلامية والقاعدة وأنصار الشريعة، الآن هي مهيئة أيضا لتكون البديل لكل الأطراف بدون استثناء. ما يحصل في سوريا، ما حصل في العراق، ما يحصل في ليبيا، ما حصل في أفغانستان، في الصومال، يهيئ دائما أن في ظل الحرب
في ظل إثارة المعاني الكريهة للطائفية والقبلية والجهوية كما تفضلتم، يخلق البديل الأكثر دموية وفحش. وهذه القوة هي موجودة الآن على الأرض في كل الأطراف وفي كل المناطق القتال، وهي مهيئة لأن تنقض على الجميع، وبالفعل ستكون الكارثة وستفلت من أيدي كل الأطراف بدون استثناء، بما في ذلك الطرف الإقليمي والدولي، ما لم يكن في هناك خطاب عاقل وتحرك سياسي لتجنب هذه الحرب والوصول إلى تفاهم لمصالحة مجتمعية ومصالحة وطنية هي البديل الحقيقي. نعم. بدونها تنزلق البلد إلى الحرب وتكون النتيجة كوارث بكل المعاني. نعم، من العاصمة صنعاء الكاتب والمفكر عبد الباري طاهر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. سينضم لنا الآن من الشارقة المفكر اليمني الدكتور عمر عبد العزيز، لا أدري هل صار الاتصال جاهزا. دكتور هل تسمعني؟ مساء الخير. نعم أنا أسمعك. أهلا أيوة. بك دكتور. دكتور في البداية، يعني طيلة التاريخ اليمني كان اليمنيون يعلنون النكف لنصرة المظلوم، اليوم الميليشيا تستخدم هذا التقليد القبلي ضد أبناء تعز وبشكل مناطقي، كيف تفسر هذا التحشيد؟ أفسر هذه الظاهرة باعتبارها ترجمان حقيقي لثقافة الحرب والثقافة الميليشياوية والثقافة المتخلفة بالمعنى العميق للكلمة. ومثل هذه الثقافة إذا انتشرت وتمددت كما قال الأستاذ عبد الباري طاهر، فإنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة لا محالة، وسندخل في نفق مظلم ومستمد ومستمر. ولهذا السبب الخيار المتاح أمام اليمنيين في هذا الظرف هو خيار التنازلات الشجاعة من أجل الوطن، التنازلات الشجاعة من أجل المستقبل، ومحاصرة الثقافة الميليشياوية العسكرسارية ضيقة الأفق، تلك الثقافة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى انقسامات اجتماعية حادة، وهذه الانقسامات الاجتماعية الحادة ستؤدي إلى متوالية حروب صغيرة تتمدد بقوة دفعها الخاصة، كما حصل في غير تجربة من تجارب العالم التي نعرفها، سواء على مستوى التجارب الإقليمية القريبة منا كما كان الحال في الصومال على مدى 3 عقود من الزمن، أو حتى التجارب الأوروبية التي تذكرنا بتلك الحرب الأهلية المديدة في أوروبا التي استمرت 30 عاما، ثم مهدت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وأكملت دورتها 40 تماما كحرب الداحس والغبراء قديما التي أخذت أيضا 4 عقود من الزمن. بمعنى آخر أن هذه المتوالية قابلة لإعادة إنتاج نفسها بكيفيات مختلفة في هذه الظروف، يبدو لي أنه ينقطع. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال أو نواجه مشكلة مع الدكتور عمر عبد العزيز. سينضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي مساء الخير. سيد عبد الهادي هل تسمعني؟ ألو نعم. أهلا بك سيد عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. سيد عبد الهادي في البداية، كيف تقرأ التحشيد الذي تمارسه الميليشيا على تعز؟ لماذا تعز بالذات؟ الميليشيا الآن في طور بدأ ضعيفا جدا، لم تخدمها لا قوة النخبة ولا معسكرات الحرس ولا كل القوات التي كانت تسيطر عليها، ولا كتائب الحسين ولا كتائب الموت، وهي الآن تحاول عملية ترميم لسكان المحافظات الشمالية ابتداء من محافظة دمار وإبوة صنعاء عمران حقا المناطق التي تحت سيطرتها، تحاول حشدها بحجة أن هناك عدو، وبالتالي هي تخاف من التمزق الداخلي. الآن رفعت هذه الدعاوي على أساس أن يتلقف الآخرين فيمارسون دعوة مضادة، هي وصلت إلى حالة استنزاف، لديها عجز بشري كبير، وتحاول أن تحافظ على هذه المناطق تحت سيطرتها، وما تقوله هي أوهام. هي تحشد على مدار 2 عام هؤلاء الذين سقطوا كانوا من المؤسسة العسكرية، حشدتهم من هذه المناطق. نعم، ولكن سيد عبد الهادي، يعني هل يمكن القول أن الميليشيا استنزفت شعاراتها وبالتالي تسعى لتسييس الحرب لحرب مناطقية تؤسس لها بعد أن عجزت عن جر البلاد إلى حرب طائفية؟ هي عجزت عن جر البلاد إلى حرب طائفية، والآن سوف تعجز من جر البلاد إلى حرب مناطقية،
لأن هذه المناطق أيضا يتم التعامل معها على أنها معتقل كبير، هي الآن أشبه بمعتقل كبير. من ينزلون إلى هذه المناطق إما مضللين، من ينزلون إلى تعز وبقية الجبهات إما مضللين، هذا أولا. والجانب الآخر إما استغلالا للفقر، وهذا واضح جدا في الدنيا، استغلالا للفقر والفاقة والحاجة، وبالتالي هي تجنب عاملين الفقر والجهل، هذا العامل الثاني. والعامل الثالث تسعى إلى كيفية الحفاظ على هذه المناطق غير مخترقة، بالذات في محافظة صنعاء وعمران. نعم. وأيضا أجزاء من محافظة صعدة وحقة، حيث تشعر أن هناك قيادات وهناك تذمر كبير، وبالتالي تخاف من انتفاضة داخلية، فهي تفرغ القبائل من القوة التي يمكن الاستناد عليها في إحداث انتفاضة داخلية. هي الآن تمارس استنزاف بشري من أجل إبقاء سيطرتها على هذه المناطق، بالذات على المناطق صنعاء وعمران تحديدا، على كل من قبائل حاشد وبكيل وأرحب والمناطق التي تخضع لها، وهي الآن تحرك أدواتها وأدوات صالح في هذه المناطق بهدف إفراغ القبائل من القوى الحية، القوى التي يمكن التعويل عليها في انتفاضة، اللي هي فئة الشباب، وهي الآن تمارس استنزاف من أجل أن تضعف القبائل أمامها تماما، وهي الآن تمارس تدمير الرابطة القبلية بهذا الشكل، وتمارس عملية استنزاف بشري للقوى الحية والقوة الشباب داخل هذه المناطق. نعم. أتمنى من الإخوة في تعز أن لا يأخذوا الأمر على محمل الإجمال وعلى الإجمال وعلى ظاهر القول، فيبدأوا بمهاجمة هذه المناطق من أجل خلق فعل ورد فعل. هذه المناطق عبارة عن معتقل كبير، يتم التعامل مع الناس وفق هذا المنطق، جرى هدم بيوت، يجري تسكير بيوت، يجري اعتقالات، تجري عملية قمع منظمة داخل هذه المناطق. نعم، سنستكمل معك من هنا سيد عبد الهادي العزعزي، ولكن سأعود للدكتور عمر عبد العزيز، وأتمنى أن تكون قد حلت مشكلة الاتصالات أو مشكلتنا في التواصل معه. دكتور عمر، لو تحدثنا عن النفير الذي تدعو إليه الميليشيا، ما الآثار المترتبة المترتبة على هذه الدعوات، في هذه الدعوات على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية؟ مما لا جدال فيه أن مثل هذه الدعوات تؤثر سلبا على اللحمة الاجتماعية وعلى النسيج الاجتماعي، ولكن علينا أن نقرأ مثل هذه الدعوات من خلال ظاهرة الحرب نفسها، أي أن الحرب أوله كلام كما يقال، أوله تهديد ووعيد ومحاولة التلويح بفقاعات كثيرة. ومن هذه الزاوية لابد أن نفهم أن هذه المسألة هي مسألة محكومة باستجابة المكونات الاجتماعية لمثل هذا النفير. ليس هنالك قيمة أخلاقية أو وطنية تجعل الحوثيين ومن يناصر الحوثيون تجعلهم قادرين على أن يجيشوا الشارع اليمني بأي شكل من الأشكال، لسبب بسيط جدا، أنهم لا يحتضنون مشروعا وطنيا، ليسوا قابلين بالمستقبل وأدوات المستقبل، ليسوا في وارد الاستجابة المنطقية والعاقلة للعملية السياسية وبمصداقية. إنهم في هذا الباب يمثلون قيمة رجعية بالمعنى المطلق للكلمة، ورجعية بالمعنى السلبي أقصد فيها الإقامة في الماضي والاعتقاد بأن الماضي هو سبب حل مشاكل المستقبل، المخاتلة والكذب والمناورات المزيفة، كل هذه المسائل تؤدي في نهاية المطاف إلى أن هذه التلويحات وهذه الفقاعات علينا أن نأخذها بمحمل القابلية لأن تكون واقعية على الأرض. ومن هذه الزاوية أنا أعتقد أن سكان مدينة تعز واليمانيين إجمالا أينما كانوا لن يستجيبوا لهذه الدعوات، لأنها دعوات تتخطى وتعبر القيم الموروثة في المجتمع اليمني. نحن في اليمن لا نعرف تحشيدا طائفيا، ولا نعتقد أن هنالك خلافات جوهرية، لكن ما هي الإجراءات القانونية على دكتور ما هي الإجراءات بما في بالمكونات المختلفة؟ نعم دكتور، ما هي الإجراءات القانونية على مثل هكذا تحشيد؟ يفتقد القيمة الوطنية لا يستطيع بحال من الأحوال أن يكون مشروعا بناء. نعم دكتور عمر، ما هي الإجراءات القانونية على مثل هكذا تحشيد، وما مصلحة الميليشيا في جر الحرب إلى مربع المناطقية؟ هذه الأوراق يلعب فيها الميليشياويون باعتبار أنهم لابد أن يخلطوا الأوراق، نظرية خلط الأوراق ونظرية التمسك بالقشة ونظرية الاعتقاد الواهم بأن بوسعهم تأجيل الاستحقاق التاريخي الكبير والمتمثل
في يمن اتحادي موحد ومتعدد بأنساقه، وفي يمن تتحقق فيه المواطنة كقيمة مطلقة وهوية أساسية تحدد ماهية الإنسان وماهية مشاركته. كل هذه المسائل يحاولون تثبيتها وتوقيفها، وهذا أمر مستحيل، ولهذا سيلجؤون إلى كل الأساليب وإلى كل الطرق المتاحة، تماما كتلك الدجاجة التي إذا ما غضبت ترش على ظهرها الرمل. هكذا يفعلون الآن، إنهم يطلقون فقاقيع يوما بعد آخر، يرمون بالأسلحة عشوائيا هنا وهناك، يحاولون الإضرار بالمواطنين في تعز وغيرها من المناطق. ولكن في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح، وبمعنى آخر أن إن كان هنالك من بقى فيه ذرة من عقل فيما يتعلق بالمكون التحالفي الصالح حوثي إنجاز التعبير، فإن هؤلاء عليهم أن يعرفوا أن المخرج السليم والواضح والوارد هو الذهاب مباشرة إلى العملية السياسية من حيث انتهت، وعدم التمسك بالنماذج الذهنية التي تسيطر على عقولهم. نعم دكتور عمر، تكرم بالبقاء معنا. أعود بسؤال للمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، ما هي الآثار الاجتماعية المترتبة على دعوات التحريض الذي تمارسه الميليشيا ضد أبناء تعز؟ هي تحاول الآن عملية تنزيه النسيج الاجتماعي، ضرب للوحدة الوطنية هنا، وهذا من جانب. لكن في الأصل هناك حالة إفلاس، علينا التعاطي مع هذه المشكلة لأنها حالة إفلاس، وأقول أنه على الإخوات التعز أن لا ينجروا للرد على هذه الدعوات بمحاولة الهجوم على سكان هذه المحافظات وشملهم جميعا. هناك أفراد هم أعضاء في هذه الجماعة، هم من يقومون بعملية الحشد، يحاولون إثارة نكب كما كان حادثا في الستينات والسبعينات وما قبلها، لكن هذه المسألة سقطت. هنالك أعداد من أبناء محافظة عمران ومن صعدة ومن صنعاء أيضا يقاتلون في تعز وفي غيرها من المحافظات، في نارب في الجو. هذه المسألة صراع بين مشروعين، بين مشروع انقلاب ليس مشروعا مناطقيا ولا مشروعا، كان المشروع طائفي لجماعة حاولت قرى البلد إلى هذا الجانب، واليوم تحاول قرى البلد إلى صراع مناطقي، وهذا لن يحدث، أو صراع جغرافيات لن يحدث ما دام هنالك أطراف ومتواجدة في الأطراف مع الشرعية. هناك مشروع للدولة الشرعية واستعادة الدولة، وهذا كان لهذه الجماعة أعطيت لها صدارة طوال المرحلة الماضية بحكم بقاء الرواتب والدائرة المالية في صنعاء. الآن ما دام هذه المسألة قد بدأت نقلها، وعلى الحكومة سرعة صرف رواتب الجيش، وبالتالي سوف تسقط هذه العملية تماما. لكن سيد عبد الهادي، الجماعة الإنجليزية في الرمق الأخير. نعم سيد عبد الهادي، لو تحدثنا من الناحية العسكرية، ماذا يعني استدعاء الميليشيا للأعراف القبلية؟ هل هذا يعد دليل على هزيمتها في تعز؟ هناك حالة تفكك وحالة استنزاف حصلت فعلا لبنية الجيش الذي كانت تقاتل به ولميليشياتها العفوية التي كانت مبنية، فهي الآن تسعى إلى تغطية العجز البشري أشبه بكل الدول التي تبدأ ملامح الهزيمة فيها، تسعى إلى مسألة حرب شعبية. هي الآن تحاول بناء حرب شعبية تماما كما كانت حكومة الميجي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكما لجأ الألمان إلى دعوة كل قادر على حمل السلاح برغم اختلاف وبرغم الفارق الكبير بين الفئتين، لكن فعلا هنالك حالة استنزاف وعجز بشري، وهي تحاول الآن صناعة ذلة كبيرة من أجل إحباط عمليات التحرير التي تجري في بقية المحافظات، تحاول خلق أو صناعة رعب مفتعل. وأعتقد أن هذه المسألة لن تنطبع على أحد، الجميع يدرك بنية هذه المناطق ويدرك أن هنالك أعداد كبيرة، وهناك مشائخ إلى يوم أمس ينضمون من هذه المناطق إلى قوات الشرعية في نارب والجوف وبقية المناطق الأخرى. هي الآن دخلت مرحلة إفلاس حقيقي لم يتبقى معها سوى وقت قصير، وسوف تنهار انهيار كلي، وقد تواجه بانتفاضات من الداخل إذا خطت هذه القبضة الحديدية التي تمارسها على المحافظات التي تحت سيطرتها، وتحديدا هي تسعى إلى إسقاط هذا المبرر عن طريق استنزاف المخزون البشري الشاب داخل هذه المناطق لدفعه داخل المعركة بواسطة أموالا تضخها بشكل كبير.
نعم سيد عبد الهادي، دعني أعود للدكتور عمر عبد العزيز بسؤال أخير وسأعود لأستكمل الحديث معك. دكتور عمر، يعني كيف سيكون مستقبل اليمن يعني بعد هذه الشروخ التي أحدثتها الميليشيا في البنية الاجتماعية؟ هذا المخاض الذي تخوضه اليمن منذ عقود من الزمن، وهذه الذروة المخاضية الصعبة التي نباشرها الآن إنما تعني تماما بشارة كبرى للمستقبل القريب. أولا مما لا جدال فيه أن اليمن القادم سيكون يمنا اتحاديا لا مركزيا، أيا كانت صيغة الدولة الاتحادية لا مركزية، سيكون اليمن القادم يمنا قد غادر مرة وإلى الأبد كامل التقاليد السلبية التي وسمت الدولتين السابقتين في الشمال والجنوب، التي كانت ذات طابع ضيق أفق فيما يتعلق باحترام مفهوم المواطنة واعتبار أن هذه المواطنة مسألة عابرة تماما للأعراق والقبائل والمكونات الاجتماعية الموروثة من التاريخ، على أهمية هذه المكونات وعلى أهمية الأعراف التي كانت تحملها وما زالت تحملها. ولكننا في نهاية المطاف في زمن متغير، ونحن في عصر جديد. هذا العصر الجديد يتطلب تضافر كل الجهود، ويتطلب مشاركة الجميع، ويتطلب أيضا الاحترام الكبير للأهمية والأفضليات النسبية لكل المكونات الاجتماعية. وهذا الأمر ينعكس أيضا على الجغرافيا المكانية لليمن. الجغرافيا المكانية جغرافيا تحمل عبقريتها الخاصة في كل منطقة من المناطق. فليس هنالك في الاقتصاد العالمي المعاصر ما يسمى بمناطق فقيرة ومناطق غنية، هذا مجرد خرافة، هذه خرافة وهذا مجرد وهم. كل منطقة من المناطق لها ميزة نسبية حتى وإن كانت حجارة أو صحراء. وتبعا لذلك فإن الأمر المهم اليوم هو أن نكون في مصاف التكنولوجيا وفي مصاف الأنساق الجديدة في الاستثمار وفي التنمية، وفي مساق القدرة على تخطي وتجاوز المنطق الضيق الذي يحصر كل إرادة البلد وكل إمكانيات البلد وكل قابليات البلد في العاصمة أو في المركز. ومن هنا أنا أعتقد أننا قادمون لا محالة على دولة جديدة، قادمون لا محالة على صيغة اتحادية أيا كان نمط هذه الصيغة الاتحادية، وقادمون أيضا على شكل من أشكال التوافق الذي يتخطى الماضي ويتخطى سلبيات ذلك الماضي. واليوم عندما أتحدث عن الماضي وسلبياته، علينا أن نعرف أن الجميع ملتبس بهذه الحالة السلبية. لا 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 لا, لا أستبعد أحدا من هذه المعادلة في أفق ما، بمعنى أن المكون الثقافي العام في اليمن هو مكون ثقافي مجير إلى حد كبير جدا على تقاليد الماضي السلبية، وخاصة الماضي الذي جاء بعد الإمامة في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب، والذي كان يبدو حلما ألفيا فاضلا لكنه تحول بقوة الأيام إلى مجرد إعادة إنتاج خرائب. نعم. ومجرد إفقار البلد وصولا إلى الحالة التي تميزت بها الجمهورية العربية اليمنية على العهد الذي تلا الشهيد إبراهيم الحمدي، وأيضا ما حصل في اليمن الجنوبي بعد استشهاد سالم ربيع علي، مما لسنا بصدد تفاصيله هنا. ولكن في نهاية المطاف هذا المنطق الضيق هو الذي أفضى إلى نعم وضحت الصورة في الشمال وفي الجنوب، والاحتراب بين الشطرين أيضا وصولا إلى ذروة 94 التي كانت أسوأ ذروة، ثم بعد ذلك حروب صعدة 6 وما نشهده الآن. بمعنى آخر أن كل هذه المخاض الطويل وكل هذه الانعطافات الحادة غير السوية وغير المتطابقة مع قانون التاريخ، هذه المسائل ستفضي لا محالة إلى مستقبل مشرق. وأنا أرى هذا المستقبل المشرق بعين اليقين، وهو قادم لا محالة، ورغما عن كل بإذن الله سيتم يا دكتور. وأشكرك جزيلا، يعني الوقت داهمنا، أشكرك جزيلا دكتور عمر عبد العزيز المفكر اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة. نعود بسؤال أخير للسيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، ما هي الإجراءات التي من المفترض أن تنتهجها الشرعية لمواجهة هذا الخطاب اللاوطني؟ أعتقد أن اليوم ربما شعر الحوثيين تحديدا بأنهم وصلوا، وهذا ما ورد إضافته، إلى حالة عداء وصدام مع الشعب اليمني بأكمله، فهم يحاولون الآن الهروب. كفئة اجتماعية صنفت نفسها بما تعرف الهاشمية السياسية، من هذا التصنيف إلى حشد القبائل، وبالتالي الناس تتعامل مع النفس الأخير، وهي أن القبائل دعت إلى حالة نفير، وهذا جزء من التلميع في هذا الوجه أو حالة اجتماع. ما على الشرعية أن تقوم به اليمن بسرعة صرف الرواتب، وبالذات للجيش
لأن قسم كبير من هؤلاء الذين كانوا يقاتلون تحت إمرة الحوثي كانوا يقاتلون بحكم الجنرال راتب أي المال والرواتب، فيجب تحرير الناس في لقمة عيشهم عندما يشعر الناس أن رواتبهم تصل من عدن سوف تحصل حالة تمردات عريضة داخل هذه الجماعة. هذا أولا، على الحكومة أن تواجه هذا الخطاب بخطاب المشروع الوطني تحديدا، وأن تبدأ بإبراز الرموز القبلية من هذه المناطق والجماعات المفقطة. وضحت الصورة السيد عبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي من صنعاء الكاتب والمفكر عبد الباري طاهر، وأيضا الشكر للمفكر اليمني الدكتور عمر عبد العزيز كان معنا عبر الهاتف من الشارقة، وشكر أيضا لعبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من تعز. ختاما تقبلوا تحياتي مشاهدينا الكرام، وهي أيضا من معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، ومن جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.